فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام صلى بالناس العشاء فقام إلى خامسة، فقام معه بعض المأمومين، فمن فاتته ركعة وقام مع الإمام هل يسلم معه لأنه يكون قد صلى أربعا، أم عليه أن يضيف أخرى؟ لا يعتد بالزائدة، الزائدة إذا علم أنها زائدة لا يعتد بها، يأتي بركعة بعد ما يسلم الإمام. نعم.